We know that it will be a tough game when you play this is a system like this. They just wait you to go counter-attack, and you know our player they was very tired. So in the last 20 minutes, I know that it will be very tough, especially physically. But they fight like a warrior, and this is Algeria. So we are very happy for the fans, for Algeria, and we have a beautiful derby in the final. Thank you so much, coach. Thank you. إذن هكذا هي الأجواء من أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان هنا في دولة قطر وفي استاد البيت المونديال الفريد. حان الموعد لمسك ختام العرس العربي الكبير في ليلة يكتمل فيها القمر. اليوم يسل الستار على بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021، بطولة استشعرنا في طياتها معاني الألفة والمحبة والتآخي. حان الموعد لمعرفة هوية بطل العرب في نهائي بطولة كأس العرب، مباراة الشقيقين التونسي والمنتخب الجزائري في ديربي مغاربي مثير، ومواجهة نارية متوازنة مفتوحة على كل الاحتمالات. أبناء الخضراء من أجل ثاني الألقاب أمام محارب الصحراء، من يسعون لبطولة عربية أولى على مستوى بطولات كأس العرب. نعيم يرسل لها كرة عالية، بعد ذلك راسية تأتي الله سريعة عن طريق بغداد، وجهة مقطوعة منه الكرة، نعيم يمر، نعيم يتقدم يسدد الله مش نورمال هذا المنتخب التونسي مش نورمال. Coming together right in front of the referee there, Jaziri seemed to lash out. هادي يا سيف الدين هادي. هذا نهائي مسكوا ختام البطولة. نعم الرغبة موجودة من أجل تحقيق لقب، لكن روح المحبة روح التآخي دائما ما كانت حاضرة في هذه البطولة في مختلف مبارياتها. الجزائرية بينية ممتازة وصلت إلى بغداد، وجه عرضية جول جول جول. يا مزياني ماذا أضعت؟ الجزائري هنا يتساءل في المدرجات. بلايلي مر، بلايلي راح، خطيرة تأتي جول جول. ما زالت خطورتها قائمة للمحاربين، وصلت هذه الكرة بالتسديد. كانت خطيرة، كانت ساكني خطيرة. هكذا تفعل كرة القدم. بلايلي بانطلاقة تأتي، بعد ذلك فرصة خطيرة. العرب، المدرب اللي يعلم تماما أهمية هذا التتويج، المدرب الذي يعلم تماما بأن هذا التتويج سيكون حافز معنوي كبير 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 بالنسبة لبطولة كأس أفريقيا القادمة. ما حدث فيها وما يحدث فيها، لكن لدينا هنا كرة منقولة بالكعب تنقل، يا سلام يا فنان، الله الله الله، خرافي 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 خرافي، الله 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 الله، هدف يليق بهذا النهائي، هدف يليق بهذا المونديال العربي، عرضية عالية راسية، ضاعت كرة كان من أجل العودة في النهاية ولكنها تضيع. كرة الآن ستنفذ، محاولة قائمة، تصويب الذات، يا الله خطيرة كانت لمنتخب تونس، كرة عالية راسية تاتيو، كرة الخلاص، كرة البطولة، كرة الإنهاء، ياسين 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 ياسين، جول الجزائر، لا تخلع أبدا ثوب الأفراح الجزائر، وتستمر الأفراح والأفراح والأفراح. المنتخب الجزائري يسجل عن طريق ياسين، الجزائر بطل البطولة كأس العرب لأول مرة 2021.